الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم، آمين. باب قول الله عز وجل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتزلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا معي مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فيه ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم السمي المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. باب ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة إلى فساء مطر المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. باب قوله: فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. أنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد، يهرعون يسرعون دابر آخرة، صيحة هلكة للمتوسمين للنازلين، لسبيل لبي طريق، فتولى بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميلوا. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدبكر. باب قول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقوله: كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر موضوع ثمود، وأما حرة حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر مهجور، والحجر كل بناء تبنيه، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حتيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محتوم، مثل قتيل من مقتول، ويقال للأنثى من الخير حجر، ويقال للعقل حجر وحجن، وأما حجر الإمامة فهو المنزل. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة نبيه عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي آخر الناقة فقال: إن كتب لها رجل ذو عز ومناعة في قومه كأبي زمعة. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا من ماء ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجن ويهرقوا ذلك الماء. ويروى عن سمرة بن معبد وأبو الشموس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياس عن عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة واستقوا من بيارها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من بيارها ويعلقوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. تابعه أسامة النافع. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر فقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم بن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قولي: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. باب قول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ قال اتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسالك. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسالك. قال فعن معادن العربي تسالني. الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا خطيوا. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني عبده عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري ابا بكر يصلي بالناس. قالت انه رجل اسيف متى يقوم مقامك رقت؟ فعاد فعادت. قال شعبه فقال في الثالثه ابي الرابعه ان كنا صواحب يوسف مري ابا بكر. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائده عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده بن ابي موسى النبي رضي الله عنه قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر رجل درى. فقال مثله. فقالت مثله. فقال مروا ابا بكر فان كنا صواحب يوسف. فاما ابو بكر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسين عن زائده رجل رقي. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمه بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليده، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مدراء، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء وهو ابن اخي زويريه قال حدثنا زويريه بن اسماء عن مالك بن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأبي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم اتاني الداعي لاجبتهم. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيقنا المسروق قال سألت أم رومانة وهي أم عائشة رضي الله عنها ما قيل فيها ما قيل. قالت بينما أنا مع عائشة جالسة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان أبي سيف قال أبي سيف وفعل. قالت فقلت لما؟ قالت إنه لما ذكر الحديث. فقالت عائشة أي حديث؟ فأخبرتها. قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفقت إلا وعليها حما بنافذ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي هذه؟ قلت ثم أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقني ولئن اعتذرت لا تعذرني. فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن طيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارايت قوله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او كذبوا. قالت بل كذبهم قومهم. فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها او كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن بذلك بربها. واما هذه الايه فقالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستغفر عنهم النصر حتى اذا استيأس ممن كذبهم من قولهم وظنوا ان اتباعهم كذبهم جاءهم نصر الله. استيأسوا استفعلوا من يئس من يئست منه اي من يوسف لا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن النبي عن ابي مرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهما السلام. باب قول الله عز وجل وايوب اذ نادى ربه الى اخر الايه اركز اضرب يركزون يعدون. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل ايوب عليه السلام والسلام غسل کر رہے تھے اور یہ مسئلہ پہلے بزرگ کو تھا کہ اگر کوئی آدمی تنہائی میں غسل کر رہا ہو تو دیکھنے والا نہ ہو تو ان کے اوپر غسل کرنا جائز درست ہے. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی گزرا تھا ولی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے غسل فرما رہے تھے جی خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحتفي في ثوبه اللہ جل جلالہ وہ انہوں نے فرما کہ ایوب انہوں نے تو بہت کچھ کیا تھا جب تندرستی ہو گئی اچھے ہو گئے تو جتنی نعمتیں چھینی تھی اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دے دی. کہا کہ میں نے تو بہت ساری نعمتیں تمہیں دی تھی. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یا اللہ میں تیرے فضل سے غافل نہیں ہوں یعنی تیرا فضل جتنا زیادہ ہو اچھا ہے اس وجہ سے میں سونے کی ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہوں. فناداه ربه یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى قال بلا یا ربی ولكن لا غنى بی عن برکتک. باب واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا الى قوله نجيا. يقال للواحد والاثنين والجمع نجي ويقال خلص نجيا اعتزل نجيا والجميع انجية يتناجون تلقبوا تلقموا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة يرجف فؤاده فانطلق به
فانطلقت به الى ورقة ابن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الانجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي انزل الله عز وجل على موسى وان ادركني يومك انصرك نصر المؤزر الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يسره عن غيره باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا الى قومه بالوادي المقدس طوى آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس إلى آخر الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما المقدس المبارك طوى اسم الوادي سيرتها حالتها وأنها التقى بملكنا بأمرنا هوا شقيا فارغا إلا من ذكر موسى ريد أن كي يصدقني ويقال مغيثا أو معينا يبتش يأتمرون إذا شعبرون ريد أن عونا يقال له قد أردته يقال قد أردته على صنعته أي أعنته عليها والجدوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب سنشد سنعيرك كلما عزرت شيئا فقد جعلت له عزودا وقال غيره كلما ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة أزري ظهري فيسحتكم فيهلككم المثلى تعنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذي المثلى خذي الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلي فيه فأوجس أزمر خوفا فذهبت الباب من خيفة لكسرة الخاء في جذوع النخل على جذوع خطبك بألك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه لنذرينه الضحى الحر اتبعي أثره وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك عن جنوب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد وقال مجاهد على قدر موعد ولا تنيا ولا تضعفا مكانا سوا منصف بينهم يبسا يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعاد من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنعا فنسي موسى هم يقولون أخطا الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن سعاسعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح بالنبي الصالح تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يأتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله أسري بي رايت موسى واذا هو رجل درب رجل كانه من رجال شنوته ورايت عيسى فاذا هو رجل ربعه احمر كانما خرج من دماس وانا اشبه ولدي ابراهيم عليه السلام به ثم اوتيت باناين في احدهما لبن وفي الاخر خمر فقال اشرب ايهما شئت فاخذت اللبن فشربته فقيل اخذت الفطره اما انك لو اخذت الخمر غوت امتك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن أبي ابن عم نبيكم حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوة وقال عيسى جعد بربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن نبيه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عشراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامهم باب قول الله عز وجل ووعد موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين يقال دكت زلزلة فدكت فدككنا وجعل الجبال كالواحدة كما قال الله تعالى أن السماوات والأرض كانت رطبا ولم يقل كنا رطبا ملتصقين أشرب ثوبا مشرب مسبوق قال ابن عباس رضي الله عنهما إن بجست إن فجرت وإذ نتقنا الجبل رفعنا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى نبي نبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة التوري حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يحنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر باب طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان القمل الحمنان يشبه صغار الحلم حقيق حق سقط كل من نديم فقد سقط في يده باب حديث الخزير مع موسى عليه السلام
حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سالم بن ابي شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمر هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خزر فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تمريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملئ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خزل فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرج فإنك ستلقاه وكان يدبو أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فارتدنا على أثرهما قصصا فوجدا خزلا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخزل ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا فعاتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه فقال له بل لي عبد بجنب مجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي ومن لي به وربما قال سفيان أي ربي فكيف لي به قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم وربما قال فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نؤمون حتى إذا أتي الصخرة وزع رؤوسهما فرقد موسى واسترب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت هجبة الماء فصار في مثل التاق فقال هكذا مثل التاق فانطلق به فانطلق يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا ولم يجد موسى النسب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكر فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا فقال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثرهما قصصا رجع يقصان أثرهما حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجا بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأن أبي رضي السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت لا علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه قال هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا إلى قول إمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمضت بهما سفينة كلمهم أن يحملهم فعرف الخزر فحمله بغير نول فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخزر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر إذا خذ الفأس فنزع لوها فلم يفجأ موسى إلا وقد طلع لوها بالقدم فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نور عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم نقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تبغني من يمين عسرا فقالت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مر بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخزر برأسه فقلعه بيده هكذا وهما سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه مائلا أو ما بيده هكذا وأشار سفيان كأنما يمسح شيئا إلى ولم أسمع سفيانا يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمنا ولم يضيفنا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا في نقض بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا فقص علينا فقص علينا من خبرهما قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا لقص علينا من أمرهما قال بقرا ابن عباس وكان امامه ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين ثم قال لسفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظه قبل ان تسمعه من امر او تحفظته من انسان فقال ممن اتحفظه ورواه احدنا من غيري سمعت منه مرتين او ثلاثا وحفظته منه حدثنا علي بن خشم قال حدثنا سفيان بن عيينه الحديث بطوله حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخزر لأنه جلس على فروة بيزاء فإذا هي تهتز من خلفي خزرا
باب حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقلوا حتة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أسفاههم وقالوا حبة في شعرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا رحم بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحيا منه فأذاه من أذاه من بني إسرائيل. موسى عليه الصلاة والسلام بہت شرمیلے تھے بہت شرم آتی تھی ان کو. فقالوا ما يستطيع هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برس وإما أدرة وإما آفة وإن الله ان کے بدن کے اندر یا تو خور ہے یا اس کے خوشے بڑے ہو گئے ہیں یا کوئی دوسری بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہاتے نہیں ہے تنہائی میں نہاتے ہیں. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئهم مما قالوا بموسى فخلع يوما وحده فوزع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذ بين الحجر على ثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا تين چار يا پانچ نشانیاں مار کے اس پتھر پر پڑی ہوئی تھی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر پر کتنا ہی مارا کچھ بھی پڑ رہا نہیں تو جواب اس کا یہ کہ اس وقت پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات پیدا کی تھی سوزا سے پتھر دوڑتا چلا جا رہا تھا اور حیات پیدا ہونے کی وجہ سے يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش سميت أبا وائل سميت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب قوله ويعكفون على أصنام لهم مدبر خسران وليتبر يدمر ما علوا أغلبه. حدثنا يحيى بن بكرين قال أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قباثة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أتيه الله صلى الله عليه وسلم قال وہ قباس لے کر آنا کالے کالے لے تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ یہ یلو بھی ہوتے ہیں گرین بھی ہوتے ہیں اور کالے بھی ہوتے ہیں یہ تو وہی آدمی جانے جو جنگل میں زیادہ رہا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہے کہا کہ ہاں تو اس وقت چرانے کی وجہ سے جنگل میں وہ جو ہوتے ہیں فروٹ تو اس کے کلر وغیرہ کو معلوم ہوتے جی. قالوا اکنت ترى الغنم قال وهل من نبي الا وقد رعاها. باب واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قال ابو العاليه عوان النصف بين البكر والهريمه. يعني عوان کس کو کہتے ہیں کہ جو نہ بوڑھا ہو نہ جوان ہو فاقع صاف فاقع من الصاف لا ذلول لم يذلها العمل يعني عمل نہیں کرایا گیا ہو تثير الارض ليست بذلول تثير الارض ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب لا شيء بياز صفراء ان شئت سوداء ويقال صفراء كقوله جمالة صفر فدارتم اختلفتم. باب وفاة موسى عليه السلام وذكره بعد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابي طاوس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى فلما جاءه فقه فرجع الى ربي فقال ارسلتني موسى عليه السلام النبي کے پاس پہلے اجازت لی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ جان نکالنے کے لیے جاتا ہے انہوں نے جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تم کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں یا میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہ سمجھے کہ کوئی قتل کرنے کے لیے آیا تو تھپڑ مار دیا نکال رہی جی. أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال يرجع إليه فقل له يزو يده على متن ثور فله بما غدت يده بكل شارة سنة قال يا رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فلعنة قال فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر يعني ایک پتھر پھینکے اس کی جتنے قریب ہوتے اتنے خوب ہوتے ہیں وادی تیم میں تھے اس لئے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر لیا جائے قال ابو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرأيت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اگر میں بیت المقدس کے پاس ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کہاں پر ہوئی ہے جی. فلو كنت ثم لرأيتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر قال واخبرنا معمر بن عمام مقدس سے نکل کر بس میں آدھا گھنٹہ چلے تھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی تھی جی. قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قد استبر رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين
فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الذي كان من امره ومن المسلم فقال لا تخيروني على موسى فان الناس يسعفون فاكون اول من يفيق فاذا موسى باتش بجانب العرش فلا ادري اكان ممن سيقى موسى عليه الصلاه والسلام کی جزوی فضیلت ہے فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله عز وجل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنه فقال له ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالتك وبكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ تو موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت بڑا کلام کیا بات کی کسی انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات نہیں کی بات اگر کی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی مجھے کیوں کیا تھا وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جائل فی الارض خلیفہ زمین پر تو مجھے جانا ہی تھا کھاتا تو بھی نہ کھاتا تو بھی اس لیے اس میں ملامت کرنے کی کیا بات ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ مرتین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ پر فائق ہو گئے جی حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال حرزت علي الامم ورايت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هذا موسى في قومه باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا الى قومه وكانت من القانتين حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا لیکن عورتوں میں بہت کم لوگ عورتوں کو کامل ہونا نصیب ہوا کمل من النساء ولم يكمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون آسیہ اور حضرت مریم ومریم ابنۃ عمران وان فضل عائشہ علی النساء کفضل الثلج علی سائر الطعام باب قوله ان قارون كان من قوم موسى الى اخر الايه لتنوء لتثقل قال ابن عباس رضي الله عنه اولي القوه لا يرفعها الاسبط من الرجال يقال والفريحين المريحين وكأن الله مثل ولم تر ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق باب قول الله عز وجل والى مدين اخاهم شعيبا الى اهل مدين لان مدين بلد ومثله واسال القريه واسال العير يعني اهل القريه واهل العير اهل القريه اور اهل العير یہ مطلب اس کا جی وراكم زهريه لم تلتفتوا اليه ويقال اذا لم تقضي حاجته زهرت حاجتي وجعلتني زهريا وزهري ان تاخذ معك دابه او وعاء تستزهر به مكانتكم ومكانكم واحد يغنو يعيش تاسى تحزن عسى احزن وقال الحسن انك لانت الحليم انك لانت الحليم الرشيد يستهزئون به وقال مجاهد ليكت عليكه يوم الذله ازلال العذاب عليهم باب قول الله عز وجل وان يونس لمن المرسلين الى قوله وهو مليم قال مجاهد مذنب المشحون الموقر المسبحين الى اخر الايه فنبذناه بالعراء بوجه الارض وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين من غير ذات اصل الدباء ونحبه وارسلناه الى مئات الف ويزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم كظيم وهو مغموم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الأعمش أو حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد يونس بن متى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته اعطي بها شيئا كريه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الانصار فقام فلتم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين اذننا فذهب اليه فقال يا ابا القاسم ان لي ذمه معادا فما بال فلان لتم وجهي فقال لم لتمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضل بين انبياء الله فانه ينفخ في الصور فيساق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ينفخ في اخرى فيكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالعرش فلا ادري او احسب بساقتي يوم التور ام بعث قبلي
ولا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. باب قولي وسلوا عن القرية التي كانت حاضرة المهدي إذ يعدون في السبت يتعدون يتجاوزون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شباريا ويوم لا يشبتون إلا قولي خاسئين بئيس شديد. باب قول الله عز وجل وآتينا داود زبورا. الزبور والكتب واحدها زبور وزبرت كتبت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه قال مجاهد سبحي معه والطير وألنا أوبي كمان بتايا سبحي تسبيح والطير وألنا له الحديث أن يعمل سابغات الذروع وقدر في السرد المسامير والحليق لا تضيق المسمار فتسلسل ولا تعزم فيفسم افرغ انزل بسطة زيادة وفزلا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القران فكان يامر بدوابه فتسرج فيقرا القران قبل ان تسرج دوابه ولا يقل الا من عمل يديه. ورواه مسلم داود عليه الصلاه والسلام اپنے ہاتھ سے کاریگری سے جو کماتے تھے وہی کھاتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود حاکم ہونے کے باوجود بیت المال سے نہیں لیتے تھے جی. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن طيب بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكر قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ابا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل معيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل معيش. قلت قد قلت هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في شتاء رضي الله عنه في ليله حضور عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم رات بھر تہجد پڑھتے رہتے ہو نوافل پڑھتے رہتے ہو دن بھر روزہ رکھتے ہو ان کا کام نہیں کرتے. قال انك لا تستطيع ذلك فصوم وقت وقم منام وصوم من الشهر ثلاثة ايام داؤد رکھنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے حدیث میں آتی وصوم من الشهر ثلاثة ايام فإن الحسنات بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال فصوم يوما وافطر يومين. فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال فصوم يوما وافطر يومين وذلك صيام داود وهو اعدل الصيام. قلت اني اطيق افضل منه يا رسول الله قال لا افضل من ذلك. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ميسر قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس الشعيري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم الم اربى انك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفحت النفس صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي قال مصر يعني قوة. قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إلا لاقى إذا لاقى. باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي بن وقل عائشة رضي الله عنها ما ألفه السحر عندي إلا نائما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه هو بلال وفصل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القضاء ولا تشتت ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها إذن شاة ولي نعجة واحدة فقال في النية مثل وكفلها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا في الخطاب يقال في المحاورة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء فتنه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما اختبرناه وقرأ عمر رضي الله عنه فتنه بالشديد التائي فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت لوام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس أنزل في صلاة فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداهم اقتدي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. حدثنا مسدد إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب بن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الصلاة من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان أن يعمل عبد إنه أواب الراجي والمنيب. أواب من الرجوع كرني والا. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسألنا له أذبنا له أين القطر الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغ من باب السعير يعملون له ما يشاء من محارب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور
وتماثل وجفان كالجواب وحياز الإبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات يعمل آل داود الشكر وقليل من عبادي الشكور إلا دابة الأرض الأرضة تأكل من ساته عصاه فلما خر إلى في العذاب المهين حب الخيل عن ذكر ربي من ذكر ربي فتفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقبتها الأسفاد الوثاق. وقال مجاهدا الصافنات سفن الفرس رفاء إهدى رجليه حتى تكون على طرف الحافري. الجياد السراء جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن آتي بغير حساب بغير حرج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاصيا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن نبي الزناد عن الأعرج بن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا تفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال سليمان بن نبي الزناد 90 وهو أصح. وحدثنا ابن عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا قال أخبرنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وزيع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم ما بينهما؟ قال 40. ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل अलाव आग का जलाया शुरू किया. जब आग का जलाव शुरू हुआ तो बहुत सारे क्या है चीजें जो है वो आग के ऊपर गिरने लगी. मैं उसको आग पर गिरने से बचा रहा हूँ يعني جهنم میں جانے لگے میں ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں. فجعل الفراش واحدی دواب تقوف النار. قال وكانت امراتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقال صاحبته وانما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داود فقضى به للكبرى. داود علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو السلام دو عورتوں میں سے جو عورت زیادہ چالاک تھی چبراک تھی اس کی بات میں آ کر کہا تھا اچھا بیٹا تیرا ہے لے جا. حضرت سلمان علیہ السلام کو السلام باہر بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب گزرنے کے لیے فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا. کیا فیصلہ ہو گیا؟ کہ اس عورت کو لے لیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ نہ ایسا نہیں فیصلہ میں کرتا ہوں. اور پھر اپنے خادم کو کہا کہ وہاں سے تلوار لاؤ. یہ لڑکا دونوں عورتوں کا ہے. یہ بھی کہتی ہے کہ میرا لڑکا ہے. یہ بھی کہتی ہے میرا لڑکا ہے. اور حضرت ابا جان نے ایک کو دے دیا. سمجھنا ہے اس سے اچھا اس کو بیچارہ بچہ اس کا بچہ ہے اس کو ملا نہیں. تلوار لاؤ میں تلوار کے ذریعے سے اس کے دو حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اس کو دوں گا ایک اس کا اس کو دوں گا. غلام کو بھیجا کہ تلوار لینے گیا تو جس عورت کو حضرت داؤد نے دیا تھا وہ تو مطمئن سے بیٹھی ہوئی تھی لیکن دوسری جو تھی جس کا حقیقت معنی میں بیٹا تھا وہ ڈر گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیا جائے. اس لیے وہ بہت جزا فضا کرنے لگی. حضرت سلمان علیہ السلام وسلم سمجھ گئے کہ حقیقت میں بیٹا اس کا ہے. اس لیے کہ اس کو تو بیٹے کے قتل کرنے کے بعد ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا اور یہاں تو بیٹے کی قتل کی بات سن کر ہی اس کے پر اثر ہوا. اس وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا بچہ اس کو دے دو بچہ اس کا ہے تیرا نہیں. جی فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال ائتوني بسكين أشقه بينما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين الله يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان حكمة إلى قوله عظيم. حضرت لقمان کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے حکیم تھے اس میں سب کا اتفاق ہے. جی یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل الى فخور تسعر الاعراض بالوجه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاعمش بن ابراهيم قال قرأت خندق جو قرآن پاک میں اس کو خیر کا مطلب ہے چہرے کو
اپنے چہرے کو مت بگاڑو سامنے والوں کو دیکھ کر بھی. عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس كون ہے کہ جس نے ایمان کے بعد گناہ نہ کیا وہ ظلم یعنی مطلق گناہ میں سمجھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلق گناہ مراد نہیں ہے بلکہ ظلم سے گناہ کا اعلی معیار مراد ہے اور گناہ کا اعلی معیار جو ہے وہ شرک ہے. جی أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت إلا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عيسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك ولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون قال مجاهد فعززنا شددنا وقال ابن عباس رضي الله عنهما طائركم مصائبكم. يعني اس کے طائف میں ہم نے بھیجا فعززنا سب طائف کے لیے بھیجا. باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا الى قوله لم نجعل له من قبل سميا قال ابن عباس رضي الله عنهما مثلا يقال رديا مرديا عتيا عسيا عتايات قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا الى قولي ثلاث ليال سويا يقال صحيا فخرج على قومي من المحراب فاوحى الي من سبي بكره وعشيا فاوحى فاشار يا يحيى خذ الكتاب بقوه الى يوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقرا الذكر والانثى سباون. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا عمام بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن شعشعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به ثم صعد حتى اتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم فلما خلصت فاذا يحيى وعيسى وهما ابن خالد وهو ابن خالد ودونو ماسي بايتي. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. باب قوله مبثل في كتاب مريم اذ انتبذت من اهلها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه وقوله ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين الى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وآل عمران المؤمنين من ال ابراهيم وال ياسين وال محمد يقول ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهم المؤمنون ويقال ال يعقوب اهل يعقوب اذا صغروا ال ردوه الى الاصل فقالوا اهيل. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني تذكير اهيل کے ساتھ کی جاتی ہے. قال حدثنا سعيد بن المسيب قال ابو هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستحل صالحا من مس الشيطان غير مريم وامها. حضرت مريم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امن میں تھے جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو شو نہیں سکا وہ بھی. ثم يقول ابو هريره واني اعيد ابيك وذريتك من الشيطان الرجيم. باب الوعيد قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك الى قولي ايهم يفل مريم يقال يقول يزم كفلها زمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنه عمران وخير نسائها خديجه. باب قوله جل جلاله اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم الى قوله كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال ابراهيم المسيح والصديق وقال مجاهد الكهل والحليم والاكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل وقال غيره من يولد عمى. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن ابن مراد قال سمعت مراد الهمداني يحدث النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امراه فرعون. وقال ابو همين قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب ان ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الابل احناه على طفل وارعاه على زوج في ذات يده. يقول ابو هريره على ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيدا قد تتابعه ابن اخي الزهري واسحاق الكلبي عن الزهري. باب قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الى وكيلا. قال ابو عبيده كلمته كن فكان وقال غيره وروح منه احياه فجعله روحا ولا تقول ثلاثه. حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا الوليد عن الاوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جناده بن ابي اميه عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله كلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. قال الوليد فحدثني ابن جابر بن عبيد عن جناده وزاد من ابواب الجنه ثمانيه ايها شاء جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے کون سے دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا.
باب قول الله عز وجل واذكر في كتاب مريم اذ انتبذت من اهلها اعتزلت انتبذت کا معنی ہے الگ ہوئی نبذت حیض کے لیے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اس طریقے سے جی نبذنا القينه شرقيا مما الى الشرق فاجاها افعل من جئت ويقال الجاها اشترها تساقط تسقط قزيا قازيا فريا عزيما قال ابن عباس رضي الله عنهما نسيا لم اكن شيئا وقال غيره النسي والحقير وقال ابو وائل علمت مريم نسيا منسيا جو قاضا تو اس نے نسيا منسيا کا معنی کہ بالکل بھول جائے علمت مريم ان التقي ذنوهية حين قالت ان كنت تقيا وقال بقينا اسرائيل نبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه سريا نهر صغير بالسريانية حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم بن محمد بن شير ان النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة بچپن میں تین بچے بولے ہیں تین کے علاوہ زیادہ نہیں تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ وكان في بني اسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاهز جو الزام لگایا تھا اس بچے نے کہا تھا کہ میرا باپ کو فلانا ہے وہ بچہ بولا تھا دو فدعته فقال اجيبها وصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمنين وكان جنيد في سومعته فتعرضت له امراه فكلمته فابى فاتت راعيا فامتنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فقالت من جريج فاتوه فكسروا سومعته وانزلوا وسبوا فتوزع وسل ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال الراعي قال نبني سوعتك من ذهب قال لا الا من تين وكانت امراه ترجع ابن لها من تيسرا بنو اسرائيل کی ایک عورت تھی اس کو کیا ہے اس کا اس زمانے کے بادشاہ نے عورت کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا کہ اما قتل کرنا چاہتا ہے قتل ہوگا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا جی ترجع ابن لها من بني اسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثريها فاقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثريها يمسه قال ابو هريره كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يمس اصبعه ثم مر بامة حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اس حدیث کو بتاتے ہوئے بچہ جس کو بھی کوئی سلیم کو منہ میں لیا اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں انگلی منہ میں لے کر بتایا کہ بچہ اس طریقے سے اپنی ماں کے پشتاؤں کو پوچھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا جی فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثريها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذلك قال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الامة يقولون السرق سرقت وزنيت ولم تفعل حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن معمر حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي لقيت موسى قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مستيب رذيل الراس كانه من رجال ثنوه قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من دماس يعني الحمامة ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأوتيت بناء أحدهما لبن والآخر في قبل فقيل لي هديهما شيء فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هدية الفطرة أو أسبت الفطرة أما إنك لبيث لقط الخمر ضبت أمتك حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم ثابت كأنه من دجال الزبتي حدثنا ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا ابو زمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين زهراني الناس المسيح الدجال فقال ان الله ليس باعور الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كانه عينه عنبه طافئه واراني الليل عند الكعبه في المنام فاذا رجل ادم كاحسن ما ترى من ادم رجالي تضرب لمته بين منكبيه رجل شعري يقطر رسمان بال لمبے سے دے واضح يعني يده على منكبي رجلين وهو يتوف بالبيت فقل من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قتيتا أعمر عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضح يعني يده على منكبي رجل يتوف بالبيت فقل من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال تابعه عبد الله بن عن نافع قالوا ذا كان الدجال تواف کر رہا تھا حالانکہ دجال کا مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا دجال کا جب خروج ہوگا تب داخل نہیں ہو سکتا یہ خروج سے پہلے کی بات ہے جی حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد قال حدثني زهري عن سالم بن ابي قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى احمر ولكن قال بين انا نائم نطوف بالكعبه فاذا رجل ادم سبط الشعر يهاد بين رجلين ينتف راسه معا او يهرق راسه معا فقلت من هذا قول ابن مريم فذهبت والتفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس اعور عينه اليمنى كان عينه عين طافيه فقلت من هذا قول هذا دجال واقرب الناس به شبا ابن قطن قال زهري رجل من خزاعه هلك في الجاهليه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرنا ابو سلمه النبوي
هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليل بن سليمان يعني حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام کے آنے کے بعد حضور صلى الله عليه وسلم کے آنے تک یہ 500 سال کا جو وقفہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو پوری دنیا میں نہیں بھیجا. قال حدثنا هلال بن علي بن عبد الرحمن بن ابي امره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والاخره والانبياء اخوه لعلتي امهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال ابراهيم بن كهمان موسى بن عقبه عن صفان بن سليم عن نتائب بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن امام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راى عيسى رجلا يسرق فقال له اسلمت؟ قال كلا والذي لا اله الا هو. فقال عيسى امنت بالله وكذبت عيني. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت زهريا يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى نے عيسى بن مريم کو اڑایا چلتایا اٹھایا زیادہ محبت کی ایسی محبت میرے ساتھ مت کرنا. فإنما أنا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حيي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي قال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن به عيسى ثم آمن به فله أجران ولم يؤذ اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون أمة أوراقا جب اٹھائے جائیں گے تو کھلے پاؤں ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے حفاتن اوراتن حفاتن اوراتن غردا ثم قرا كما بدنا اول خلق نعيده وعدا لنا ان كنا فاعلين فاول من يوسى ابراهيم ثم يؤخذ برجال من اصحاب ذات اليمين وذات الشمال فاقول اصحابي فيقال انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ذكر نبي عبيد الله ان قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد ابي بكر فقتلهم ابو بكر. باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انس عن ابن شهاب ان سيدا المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشرك ان ينزل فيكم ابن مريم حتى من عزل. پہلے حضرت عيسى علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ دو بڑا آسمان سے نزول فرمائیں گے. یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. ہم لوگوں میں بعض حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا, وہ تو قتل ہو گئے, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. جی ينزل فیکم ابن مریم حکما عدلا عادل بن کر فیکسر الصلیب اور صلیب کو بھی توڑ دیں گے, یعنی صلیب کے ماننے والے جو ہے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ابن اللہ یا ثالث الثلاثہ نہ کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ سب سے زیادہ موافقت کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے یہ حضرت ہوں گے جس کو ہم آج کل کیا ہے نصرانیت سے تعبیر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. اس وجہ سے مسلمانوں کا اور کیا ہے ان کا سب کا جھگڑا دجال کے ماننے والوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہوگا اور پھر یہودی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل کریں گے, ختم کریں گے. پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی ہوگا تو وہ پتھر کہے گا کہ ایک پانچ شیطان میرے پیچھے چھپا ہے, مار اس کو, سمجھ میں. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللود, لود نام ایک شہر ہے, اس کے دروازے کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال جو ہے وہ نمک پگھلتا ہے, اس طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور اس کے بعد دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ويقتل الخنزير ويزع الحرب ويفيز المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحده خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريره اقرأوا ان شئتم وان من اهل كتاب الله لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا.
حدثنا ابن بكر قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب النافع مولى ابي قتاده الانصاري ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم تابعه قيل والاوزاعي. حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام کو کہیں آپ امامت کیجئے تو حضرت عیسی علیہ الصلاه والسلام انکار کریں گے اور کہیں گے نہیں امام تم ہی میں سے ہوگا حضرت امام مہدی خود ہی امامت کرائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما ذکر عن بنی اسرائیل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي حراش قال قال عقبه بن عمرو بن حذيفه الا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني سمعته يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا فاما الذي يرى النار کے ساتھ پانی اور آگ بھی ہوگا پانی پر پورا کنٹرول ہوگا اس کا آج کل تم دنیا میں دیکھ رہے ہو پانی پر کنٹرول کیا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ شیطان کیا ہے دجالی چالوں میں سے ایک چال ہے. جی فاما الذي يرى الناس انها نار فماء بارد واما الذي يرى الناس انها ماء بارد فنار تحرق فمن ادرك منكم فليقف الذي يرى انها نار فانها عذب بارد. قال حذيفه وسميته يقول ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليغمس روحه فقيل له هل علمت من خير قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازهم فانزل المفسد ويتجاوز عن المفسد فادخله الله الجنه. قال وسمعته يقول ان رجلا حذره الموت فلما يئس من الحياه اوسع له اذا انا مت فاجمعوا لي حتما. آدمی نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو جمع کیا بیٹے کو جمع کرنے کے بعد بیٹے سے وصیت کی مجھے جلانا جلا کر راکھ کر دینا اور راکھ کرنے کے بعد جس دن خوب ہوا چلتی ہو اس وقت اس رات کو پھیلا دینا تاکہ رات پوری جگہ پھیل جائے اور اللہ جل جلالہ وہ امن والو دوبارہ مجھے پیدا نہ کر سکے. جی فاجمعوا لي حتبا قصيرا واوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عزمي فانتحشت فخذوها فادحنوها ثم انزلوا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك. کیوں کیا تھا کیا تیرا ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے ایسا کیا ہے اس وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں. جی فغفر الله له. قال عقبه بن عمرو وانا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس مع عائشه رضي الله عنها قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يتره خميسه على وجهه فاذا اتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن فرات القزاري قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا هريره خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تامرنا يا رسول الله؟ قال فوا بيعت الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن طيب بن يسار ان النبي سيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ذب لسلكتموه. پہلی امت والا جب گو کے سوراخ میں گو کے اور اس میں مقام میں اگر داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوں گے. قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن حدثنا حدثنا ابراهيم بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فامر بلال ان يشفع الاذان وان يطر الاقامه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاماش عن ابي الدهان مسروق بن عائشه رضي الله عنها قالت كانت تكره ان يجعل يده في حاشرته وتقول ان اليهود تفعله تابعه شعبه عن الاماشي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم ما بين صلاه العصر الى مغيب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عملا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قيراط قيراط قال الا وانتم الذين يعلمون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين قال الا لكم الاجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل وطاعا قال الله وهي ظلمتكم وهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا تمہارے حق میں میں نے ظلم کیا جو مقرر کیا تھا وہ تم کو دیا. قال فانه فضلي اعطيه من شئت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا الم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر بن ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو عاصم بن الزحاق بن مخلد قال اخبرنا وزي قال حدثنا حسن بن عتيه عن ابي كفشه بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سعد بن ابي شهاب قال قال ابو سلمه بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يشبهون فخالفهم. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه. حدثنا وما نخشى ان يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل بيجرهم فجزيع فاخذ سكينا. زخم تھا بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے سکین لے کر اپنے آپ کو ضربہ کر دیا خودکشی کر لی. فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي من اخي فرمایا فرمایا کہ میرے بندے نے میلے جو اس کے لیے موت مقرر کی وقت سے اس نے جلدی موت قبول کر لی جی. فحرمت عليه الجنه علی اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا خودکشی کرنے والے جی. حدیث ابرص واقرع واعمى ایک ابرص اعمى اور اقرع کی مثال. حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ہے وہ جی. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي امره ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه عن موسى بن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا همام عن اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي امره ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه عن موسى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل بني اسرائيل کے ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. ابرص واقرع واعمى. ابرص تھا بوڑھی تھا اقرع تھا واعمى تھا. بدا الله عز وجل ان يبتليهم فما الله تعالى نے ان کا امتحان لینا منظور کیا. فبعث اليهم ملكا ایک فرشتے کو بھیجا. فاتى الابرص فقال ابرص کے پاس آیا اور ابرص کے پاس آ کر کہا اي شيء احب اليك قال تجھے کیا چیز پسند ہے. تو کہا کہ یار ساری دنیا میرے برس کو لے کر مجھ سے نفرت کرتی ہے مجھے برا بلا کہتی ہے مجھے برا سمجھتی ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ برس کا مل جو ہے وہ مجھ سے ہٹ جائے. قال لور حسن وجلد حسن لو اس لیے مجھے تو چاہیے لون حسن جلد حسن. قد قذرنی الناس اس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے بہت ہی زیادہ بچھڑ رکھا ہے پوچھے کر رکھا ہے. قال فمسحه فذهب فرشتے نے اس کو ہاتھ لگایا سب ختم ہو گیا اس کا چہرہ اور اس کا رنگ سب نائس خوبصورت ہو گیا. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال وأي جوال دوسرا کا اچھا بتاؤ مال میں سے تجھے کون سا مال پسند ہے کیا چاہیے تمہیں. وأي المال يحب إليك فقال علي بيل اس نے کہا کہ بیل پسند ہے مجھے اونٹ مل جائے. او قال البقر هو شك في ذلك ان الابرص بالاقرا قال احدهما علي بيل وقال الاخر البقر فاعطي ناقه او شراء فقال يبارك لك فيها. حمزه بکر دای ناقه دے دی گئی کچھ دنوں کے بعد اس نے بچہ وغیرہ پھر بچہ اس طریقے سے اس ناقہ میں برکت ہی برکت ہوتی چلی گئی جی. قال واتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك جو لولا تھا لنگرا تھا اس کے پاس آیا تجھے کیا چاہیے. قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قذرني الناس چلنا. قال فمسحه فذهب واوتي شعرا حسنا قال فاي المال احب اليك قال البقر. اس وجہ سے لوگ اس کو تالیا کہتے ہوں گے تو جس کی وجہ سے وہ شرمندہ تھا تو تاکہ مجھے اچھے بال مل جائے ہاتھ پھیر دیا تھا اللہ نے اچھے بال پیدا کر دیے اس کے سر پر. قال فیل مال یحب الیک قال البقر فاعطاه بقرا حاملا وقال يبارك لك فيها واتى الاعمى فقال اي شيء احب الیک قال يرد الله الی بصري فابصر به الناس فقال فمسحه فرد الله الی بصره فقال اي المال يحب الیک قال الغنم فاعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من بقر وليان کی وادیاں بھر گئی کہ نوٹ والے اونٹ ہو گئے بکر والے کے مکر ہو گئے اور بکری والے کے بکریاں ہو گئی ولهذا واد من غنم ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته. اب پھر اللہ تعالی نے امتحان لینا شروع کیا تو وہ فرشتہ پھر ان تینوں کے پاس آیا سب سے پہلے آیا وہ ابرص کے پاس. فقال رجل مسكين میں بہت غریب آدمی ہوں میرے پاس پیسہ ہے نہیں جانا ہے گھر ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں آپ کچھ میری مدد کر دیجیے. تقطع بي الحبال في سفري فلا بلاغ يوم الا بالله ثم بك اسالك اللہ میری مدد کر سکتا ہے یا آپ مدد کر سکتے ہیں ایک آدھ اونٹ دے دے تو میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر چلا جاؤں. اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ عليه في سفري
اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ کو بہت اچھا مال دیا اور دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت چہرہ دیا. فقال له ان الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله تعالى. لقد فقال لقد ورثت كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. اگر تو جھوٹا جیسا تھا ویسا ہو جا، پھر وہ ویسا ہو، ان کے اندر ناکام ہو گیا، ناشکری کی اس نے. جی وأتى الأقرع في صورته ويأتي فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه. دوسرے کے پاس آیا جن کے پاس بخر تھی، اس کو بھی ایسا ہی کہا. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. واتى الاعمى في صورته فقال اتى الاعمى اعمى کے پاس آیا تیسرے نمبر پر وہ اندر رہا اس کے پاس آیا جس کو بکری دی گئی تھی اس کو بھی اس نے ایسا ہی کہا. فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بسلك شاة اتبلغ بها. میں آپ کو آنکھیں عطا کی اس اللہ کی طرف سے میں وعدہ کرتا ہوں تو میں مانگتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ مدد کر دو. شاة اتبلغ بها في سفري وقال قد كنت اعمى فرد الله. میں کہا کہ ٹھیک کہا آپ نے بالکل یاد دلا دیا مجھے ایک زمانہ تھا کہ میں اندھا تھا اور میری لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے اللہ نے کرم کیا اور میری آنکھیں آ گئی اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے یہ مال دیا ہے یہ سارا مال اللہ ہی کا ہے جا جتنی بکریاں چاہے لے جا اس کو بیچ اور بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر. فرشتہ نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں امتحان کے لیے بھیجا تھا تیرے دو امتحان والے تیرے دو ساتھی تو ناکام ہو گئے ناشکری کی وجہ سے اور تو کامیاب ہو گیا. جی وقال قد كنت اعمى فرد الله بصري وفقيرا فاغناني الله فخذ ما شئت فوالله لا احمدك اليوم لشيء اخذته لله. فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. بعد قول الله عز وجل ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم الكتاب المرقوم مكتوب من الرقم وربطنا على قلوبهم الهمناهم صبرا لولا ان ربطنا على قلبها شططا افراطا الوسيد الفناء وجمعه وصائد ووسد ويقال الوسيد والباب المسدة المطبقة أسد الباب وأوسد بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبين. وقال مجاهد تخرجهم تتركهم. باب حديث الغاري. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن غار ما گئے تھے تینوں اپنے اپنے عمل بتا کر غار سے چھپتا رہا تھا وہ. عن عبيد الله بن عمر الناس عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر ممن كان قبلكم يمشون اذا اصابهم مطر فاووا الى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق فليدع كل رجل الا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم ان كان لي اجير حمل لي على فرق من ارز فذهب وتركه واني كنت عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امرأة أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد لا تلك البقر فسقها. فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له اعمد لا تلك البقر فإنهما من ذلك الفرق فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنها. فانساخت عنه مستخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أن كان لي أبوان شيخا كبيران شيخان كبيران وكنت أعطيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتزاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نزلوا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار وطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمتنني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفوز الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المئة دينار وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عليه فخرجوا. باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابو هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امراه تروي ابنتها اپنے بچے کو دودھ ابھی تمہارے سامنے آتا تھا یہودی تیسرا بچہ جو بول رہا تھا بچپن وہ اپنے بچے کو عورت دودھ پلا رہی تھی پچھلے میں وہاں سے ایک آدمی گزرا خوب بہت اس کی عزتیں ہو رہی تھی اور لوگ اس کی واہ واہ کر رہے تھے اس کی امی نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی اسی طریقے سے بڑا صاحب بنا دینا. بچہ دودھ پی رہا تھا اس نے پستان منہ میں سے نکال دیا اور کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا مت بنانا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری جس کے اوپر بہت زیادہ لعنتیں کی جا رہی تھی چور ہے جنا زنا خور ہے وغیرہ وغیرہ. تو امی نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا.
بیٹے نے منہ چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنانا, اس لیے کہ یہ باندھی جو تھی صحیح تھی اس کے بعد غلط الزام لگایا گیا تھا. جی بينما امرأة ترزو ابنها إذ مر بها راكب وهي ترزو فقالت اللهم لا تميت ابني حتى يكون مثل هذا, فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرز ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعلني ابني مثلها, فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال اما الراكب فإنه كافر, واما المرأة فإنهم يقولون لا تزني وتقول حسبي الله, وتقولون لا تسرق وتقول حسبي الله. حدثنا سعيد بن تليل قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم بن ايوب بن محمد بن شيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برقية كان يقتله لا تشر ادراته بغي من بغايا بني اسرائيل. بياس کی وجہ سے کتا مرنے کے قریب ہو گیا. فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج على المنبر فتناول حج جس وہ حج کے لیے آئے اس وقت انہوں نے منبر پر یہ بات بتائی عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكان في يدي حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مزاق لكم من الأمم محدثون محدثنا وانه كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدين شعبة قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسال فاتى راهبا فساله فقال له هل توبة؟ قال لا. فقتله فجعل يسال فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فادركه الموت فناى بصدره نحوا فاقتسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تبعدي وقال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشير أقرب بشبر فغفر لهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد أن رجل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله. فمن بدل النماذج قلنا كبار بيان فما أرسلنا كأي كائن دايفر سوار هو اس گائے نے کہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں. جی فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنمه. يعني وہ دونوں وہاں پر نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی کہا کہ میں بھی اس کے اوپر یقین کرتا ہوں. ابو بکر اور عمر بھی شدت اعتماد کی وجہ سے ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. جی إذا عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي ولا لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن مسر بن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الرجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره ذرة. زمین خریدنے کے بعد اب زمین کی کھدائی کرنے لگا تو بہت بڑا خزانہ اس میں سے نکلا. تو یہ آدمی متقی پرہیزگار کا آپ جیسے ہوگا تو وہ پورا کا پورا خزانہ لے کر اس کے پاس گیا کہ بھائی میں نے تو تم سے زمین خریدی تھی, زمین کے اندر جو ہے وہ تو میں نے نہیں خریدا تھا اور یہ زمین میں سے نکلا ہے یہ تمہارا ہے, یہ پیسے تم لے لو مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو تم کو زمین بیچی تھی, زمین اور زمین کے نیچے جو کچھ سب تمہیں بیچ دیا تھا, یہ سب تمہارا ہے مجھے نہیں چاہیے, میں تو بیچ چکا ہوں لے جا واپس. اب یہ دوڑنے لڑنے لگا, وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے, وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے. اب کہتے ہیں کہ مجھے دے دو اور کیا چاہیے. حاکم کے پاس مقدمہ ہو گیا, قاضی نے بھی مقدمہ سنا, بڑا عجیب مقدمہ ہے, پیسے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں, یہ پیسے لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے پوچھا اچھا تم کتنے آدمی ہو, تمہارا گھریلو حالات بیان کرو, تم اپنے گھریلو حالات بیان کرو. معلوم ہے اس کا لڑکا ہے اس کی لڑکی اور دونوں بالغ ہے, تو جج نے فیصلہ کر دیا ایسے کام کرو تم اپنے لڑکے کی شادی اس کے ساتھ کر دو اور یہ جو بنس ملی ہے جو سونا ملا ہے جو پیسے ملے تو سارا کا سارا ان کو شادی میں تحفہ دے دو. مولا جرتك يا ذهب. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابقى منك ذهبا. وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها
فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه ألكما ولد؟ قال احدهما لي غلاما وقال الاخر لجاريه. فقال انكح الغلام والجاريه وانفق على انفسهما منه وتصدقا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن محمد بن المنتظر مع ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن النبي انه سمع يسال اسامه بن زيد رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعاون. فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعاون رجس ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على حرام. بہت بڑی رجس بیماری ہے جو بنو اسرائیل پر نازل کی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تمہارے لیے یہ خیر پیدا کر دی کہ اگر تعاون ہوا اور تعاون میں کوئی مرا تو وہ شہید کے درجے میں جائے گا. جی او علی من کان قبلکم فیدا سمیتم بی بی اردن فلا تقدموا علی ویدا وقا بی اردن وانتم فیا فلا تخرجوا فرارا منہ. قال ابو النضر لا يخرجوا الا فرارا منہ. حدثنا مسدد اسماعیل قال حدثنا داود بن ابی الفرادی قال حدثنا عبد الله بن بریدہ عن یحیی بن عمرو عن عائشہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التعاون فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وان الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للمؤمنين. ليس من احد يقول التعاون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم ان لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سامنے بولنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ ہاں اسامہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے, وہ بول سکتے ہیں. تو اسامہ سے کہو کہ یہ امرأة مخزومیہ بڑی خاندان والی عورت ہے, چوری کی ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. جی ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفوا في حد من حدود الله؟ ثم قام فاحتسب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركه واذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه حدا. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت نزلت سورة الهلال عن ابي مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلف فإن من كان قبلكم اختلف فأهلكوا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله رضي الله عنه أني أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم غرسه الله مالا فقال لبنيه لما حجب أي أب كنت لكم؟ قال خير أب. قال إني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف عاشف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك. فتلقاه رحمة. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمي عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد بن خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عبد الملك بن عمير عن النبي بن حراش قال قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول إن رجلا حزره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فأجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي خلصت الى عزمي فخذوها فطحنوها فذروني جو ہڈیاں وغیرہ جلنے سے رہ جائے اس کو خوب کوٹ کر بالکل باریک پیس لو. جی فذروني في اليم في يوم حار او راهن. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال من خشيتك فغفر له. قال عقبه وانا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راهن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله قرضہ وصول کرنے کی سختی مت کرنا. اللہ کے یہاں گیا پوچھا بھائی دنیا میں کیا کرتا تھا تو اس نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندے پر نرمی کیا کرتا تھا؟ میں تیرے پر نرمی کرتا ہوں جب مخلص فرماتا ہوں جنت میں جاؤ. لعل الله ان يتجاوز عنا فقال فلقي الله فتجاوز عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يشرب على نفسه فلما حزره الموت قال لبنيه اذا نمت فاحرقوني ثم احتتوني ثم ذروني في ريحي فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. فلما مات قيل به ذلك فامر الله تعالى الارض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي فغفر له وقال غيره خشيتك.
حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرة بن اسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذيبت امرأة في هرة غمتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقطها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن النبي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة المنصوري عن منصور قال سمعت ربيعة بن حراش يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء قصف به وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. حدثنا مسدد إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. سنجد يهوديوں کے لئے بعد الغد، سنجد کے بعد اتوار، اتوار نصرانیوں کے لئے. على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسه وجسده. حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج قبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزورة، يعني المسألة في الشعر. تابعه غندر بن شعبة. باب المناقب وقول الله تعالى نقب كما نادي سوراخ كي وكيوم كي سوراخ كرنے سے سامنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے किसी की तारीफ करने से दुश्मनों को या जो उसको अच्छा नहीं लगता उसको बहुत ज्यादा नकब लगता है चुगा लगता है इस वजह से इसको मनाकिब कहा गया है यानी उन सहाबाए किराम या उन लोगों की तारीफ जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिन्होंने कुर्बानियां दी है मनाकिब وقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية وجعلنا لكم شعوبا إلى آخر الآية وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى من دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك يعني الشعوب نسب بعيد کو کہا جاتا ہے اور قبیلہ اس سے کم والے کو کہا جاتا ہے جی حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر ان النبي حسين ان سعيد بن جبير ان ابن عباس رضي الله عنهما وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الشعوب والقبائل العزام والقبائل والبطون حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد ان النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسالك قال فيوسف نبي الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ذبيبه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنها قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مذر قال يا هو صلى الله عليه وسلم قبيله مذر کے آدمی تھے جی قالت فممن كان الا من مذر من بني النضر بن كنانة حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وازن وزينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفدي وقلت لها اخبريني ان النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مذر كان قال فممن كان الا من مذر كان من ولد النضر بن كنانة نضر بن كنانة خاندان حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن عمارة عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا معادن کی طرف آؤ گے جو زمانہ جاہلیت اتنا اچھا تھا وہ اسلام میں بھی اچھا ہے اذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشان اشدهم له كراهيه وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي اتيها زیادہ برا آدمی کون ذا الوجهين دو منہ والا گنگا گئے گنگا رام جننا گئے جننا رام جی الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الناس بهذا الشأن حتى يقع فيهم باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما
الا الموده في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا وله فيه قربه فنزلت عليه الا قريش کے ہر بطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی الا ان تصل قربه بيني وبينكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلاز القلوب في الفدائين اهل الببر عند وصول ابناء راشکار جو جانوروں کو کھیتی میں استعمال کرتے ہیں ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے جی ان اصول ابنا بالابل والبقر في ربيعات وغدر اور بقر وغیرہ کے گائے وغیرہ کے بیل وغیرہ کے دم کو پکڑتے ہیں اکل میں کیا اتنے پکڑتے ہو جی. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفداد اهل الببر والسكينه في اهل الغنم والايمان يمان والحكمه يمانيه. قال ابو عبد الله سميت اليمن لانها عن يمين الكعبه. اليمن کو يمن کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کعبہ شریف کے دائمی طرف ہے اس وجہ سے. والشام عن يسار الكعبه والمشأمه الميسره واليد اليسرى الشومى والجانب الايسر والاشم. باب مناقب قریش. اب یہاں سے قریش کے مناقب بیان کریں گے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہے جی. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاويه وهو عنده في وقت من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون مالك بن مالك من قحطان فغزو معاويه فقال سيكون ملك قريب ہوگا ایک بادشاہ سيكون ملك من قحطان فغزو معاويه فقام معاويه کو غصہ آ گیا فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليس في كتاب الله ولا توثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالهم فإياكم والأمانية التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد قال ابو عبد الله وقال يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي نبي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم وازج وبصار مواليه ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش مع بقي منهم اثنان. يعني جب تک دو بھی آدمی باقی رہیں گے وہاں تک ولایت اور امارت قریش میں رہے گی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس نقيل عن ابن شهاب عن ابن مسيب بن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال ليث حدثني ابو الاشعث محمد بن عروه بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه وكانت ارق شيء عليهم لغرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابو الاشعث عن عروه بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان ابر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي ان يؤخذ على يديها. فقال يعني عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه صرف اتنا کہہ دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو روکنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی اس لیے ان کا خالہ کا بہن کا یا لڑکا ہے صبح انہوں نے کہا. حضرت عائشہ کو پتا چلا کہا کہ اچھا وہ صدقہ کرنے سے مجھے روکتا ہے میرے ہاتھ باندھنے کی بات کرتا ہے آج سے میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنے کی. اب جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی ہے انہوں نے بہت منت سماجت کی بہت اپنی معافی مانگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری نہیں ہوئی. اب یہ کیا کرتے تو اس نے ایک دو تین ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے تم چلو اور اجازت لینا اس لیے کہ پردے کا زمانہ تھا اجازت لینا کہ ہم کچھ سوال پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ پردہ کر کے بیٹھ جائیے اور ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھی کہ واقعی میں تو ایسا ہی کام ہوگا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر اس نے کہا اچھا میں تو فلانا بول رہا ہوں ہم سب آ جائے تو کہا جاؤ سب آ جاؤ. حضرت عائشہ نے نہیں پوچھا کون کون ہے حضرت زبیر اس میں تھے اور کہ سب آ جاؤ. حضرت زبیر بھی داخل ہو گئے کہ بلا لیا اجازت مل گئی سب کو آنے کی اجازت مل گئی. اب وہ اندر گئے اور اندر جانے کے بعد جیتون کی خالہ تھی پردہ تو تھا نہیں
وہ تو ان کے محرم تھے تو وہ پردہ کھول کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے, پاؤں سے لپٹ گئے اور کہا خالہ معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. تو حضرت عائشہ نے اپنا قسم جو کھائی تھی وہ قسم کو توڑ دیا اور قسم کے توڑنے میں کئی غلاموں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا. اس حدیث کو ذکر کر رہے یاد رکھ. فقالت ايؤخذ على يدي علي نذر ان كلمته فاستشفى اليها برجال من قريش وابي احوال رسول الله باحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه فامتنعت. فقال له زهري اخبار النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث والمسر بن مخرمه اذا استاذنا فاقتحم الحجاب. فعلى فارسل اليها بعشر رقاب فاعتقتهم فاعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وقالت وجدت اني قال وجدت اني جعلت حين حلفت عملا اعمله فاقرب منه. باب نزل القران بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شهاب بن انس رضي الله عنه ان عثمان دعا زيد بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وسعيد. حضرت عثمان کو جامع القران قرار دیا جاتا ہے. اگر قران تو حضرت ابوبکر کے صدیق کے زمانے میں جمع ہو گیا تھا لیکن قریش کی لغت پر سات قریش سات زبان پر تھا. اس قریش کی زبان پر حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا جی. وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا في المصاحف وقال عثمان للرهط القريشي ثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسان ففعلوا ذلك. باب نسبه اليمن الى اسماعيل عليه السلام. یمن والوں کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام کی طرف ہے. آج بھی یمن والے بہت معتبر اور بہت ہی ایمان والے قرار دیے جاتے ہیں. سعودیہ کے ساتھ آج بھی یہ لوگ لڑ رہے ہیں یمن والے جی. منهم اسلم بن افصح بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن زيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم يتزالون في السوق فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان لاحد الفريقين فامسكوا بايديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وانت مع بني فلان قال ارموا وانا معكم كلكم. باب حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين بن عبد الله بن بريده قال حدثني يحيى بن عمير حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسد الدولي حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثرة بن الأسقي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عزم الفراء أن يدعي رجل لا غير به أو يري عينه ما لم ترى أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ابي جمره قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه قد حالت بيننا وبينك كفار مدره فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام فلو امرتنا بامر تاخذه عنك وتبلغه من مرانا. قال امركم باربعه وانهاكم عن اربعه الايمان بالله وشهاده لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا الى الله خمس ما غنمتم وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر الا ان الفتنه هنا يشير الى المشرق ومن حيث يتلو قرن الشيطان. باب ذكر اسلم وغفار ومزينة وجهينة وجهينة وغيرها قبيله جو تھے ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں ان کی منقبت بیان کر رہے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وزهيره ومزينه واسلم وغفار واجع ومواليه ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا محمد بن عزير هرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على منبره غفار غفر الله لها واسلم سالمه الله لها سالمه الله وعسيه عسد الله ورسولهم. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالمه الله وغفار غفر الله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم ان كان جهينه ومزينه واسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن سعسعه
فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن عتبة غطفان ومن بني عامر بن سعد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة محمد بن ابي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه ان الاقرى بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما بايعك سراق الحجيج سراق الحجيج من اسلم وغفار ومزينة واحسبه وجهينة ابن ابي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان اسلم وغفار ومزينة واحسبه وجهينة خيرا من بني تميم ومن غفار وأسد وغفان وخابوا وخسروا. قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهواس وغفان. باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال بن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى عنه من دعوه الجاهليه. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسى انساريا فغضب الانساري غضبا شديدا حتى تدعوا وقال الانساري يا للنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين. دونوں میں پھر جنگ کی شروعات ہو گئی شروعات سی ہو گئی انہوں نے یہود مسلمانوں نے مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا کہ مہاجرین آؤ مدد کرو انصار نے جی. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة اهل الجاهليه ثم قال ما شأنهم فاخبر بكسعه المهاجرين والانصاريه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها خبيثه وقال عبد الله بن ابي بن سلول فقد تداعوا علينا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عمر الا تقتلوا هذا الخبيث يعني عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه كان يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابهم. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرد المسروق عن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد بن ابراهيم المسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. نادامت اور افسوس کے وقت غمی کے وقت میں تم نے دیکھا ہوگا لوگ چہرے کو اور سینے کو کل سینہ کو بھی کرتے ہیں وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیۃ. باب قصۃ خزاعۃ. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعه ابن خندف ابو خزاعه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيره التي يمنع درها للتباغث ولا يحلبها احد من الناس. والصائبه التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجد قصبه في النار وكان اول من سبب سبايبه. قصه اسلام ابي ذر رضي الله عنه. ابو ذر غفاري رضي الله عنه کی اسلام لانے کا قصہ میں نے پہلے وقت بتایا تھا کہ مولانا منازل حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلا ان کے حالات پر پوری کتاب لکھی ہے سوانح ابی ذر نامی. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے آئے اس طریقے سے مسلمان ہوئے کئی مرتبہ یہ پورا واقعہ تمہارے سامنے اردو میں گزر چکا ہے جی. وہ باب قصۃ زمزم. حدثنا سعید بن اخزم قال حدثنا ابو قتیبۃ سلم بن قتیبۃ قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني ابو جمرة قال قال لنا ابن عباس الا اخبركم باسلام ابي ذر قال قلنا بلى. قال ابو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا ان رجلا غفار رضي الله تعالى عنه غفار كان خاندان کے تھے یہ ان لوگوں میں تھے کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے مورتیوں کی پوجا نہیں کی تھی اس وجہ سے وہ دوسرے مذہب کے اچھے مذہب کی تلاش میں تھے. حضرت ابو ذر غفاری کو پتا چلا کہ مکہ میں کوئی آدمی پیدا ہوا ہے اور وہ لا الہ کی دعوت دیتا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا ذرا مکہ تم جا رہے ہو تجارت کرنے ان کی تجارت تھی مکہ میں تو ذرا ان کی خبر لے کر آنا. بس وہ آئے تو کوئی زیادہ خبر نہیں لگا اچھا آدمی ہے نیک بات کرتا ہے اچھے حکم کام کرتا ہے ان کو اطمینان نہیں ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارادہ کیا کہ مجھے خود جانا چاہیے اور جا کر پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا حال ہے. بہرحال حضرت وہاں سے گھر سے نکلے جی. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ یزعم انه نبی فقلت لاخی انطلق الى هذا الرجل وكلمه واتی بخیر بخبری بات چیت کر کے آؤ وہ کیا کیا کہہ رہا ہے مجھے اچھی طریقے سے پتا چلے
فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير من الخير في دعوت دیتا ہے وينهى عن الشر برائی سے روکتا ہے بس اتنا ہی کہا انہوں نے فقلت له لم تشفني من خبري مجھے شفا نہیں ہوئی اطمینان نہیں ہوا میں تو خود سفر کروں گا فاخذت جرابا وعصا ثم اقبلت الى مكه وعصا جراب جراب لیا جس میں کھانا وغیرہ ہوتا ہے عصا لیا لکڑی وغیرہ ایک ساتھ میں لی ثم اقبلت الى مكه فجعلت لا اعرف مکہ گیا مکہ میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا پہلی مرتبہ میں مکہ میں پہنچا واكره ان اسال عنه اور وہاں کا حال یہ تھا کہ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے بعض مرتبہ ایسا حال ہوتا ہے کہ آدمی نام لیتے ہوئے بھی ڈرنے لگتا ہے پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں کسی آدمی کو گورنمنٹ پکڑ لے جائے سمجھ میں تو اب اس آدمی کو اس آدمی کے خاندان والے کو اس آدمی کے گھر والے کو بھی اگر کوئی پوچھے تو کہ بند کر بند کر فون بند کر تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہمیں بھی پکڑ لے جائے سمجھ میں اسی طریقے سے مکہ کی حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنی دشمنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی کسی سے پوچھ بھی نہیں کر سکتا تھا بات بھی نہیں کر سکتا تھا واشرب من ماء زمزم فاضل الى مکہ دا فاضل لا عرفو واقروا رسلان اور لوگوں سے سوال کرنا مجھے ناپسند تھا واشرب وہی حرم میں رہا صرف زمزم پیتا تھا وہ زمزم لیمن شورے والا ہو کھانے کے کام میں بھی آتا ہے پینے کے کام میں بھی آتا ہے تو اس طریقے سے میں صرف زمزم پیتا رہا واكون في المسجد قال مسجد میں پڑا رہتا تھا قال فمر ربي علي فقال مجھ پر حضرت علی گزرے انہوں نے ایک دن دیکھا گزر گئے دوسرے دن دیکھا گزر گئے تیسرے دن دیکھا یار یہ نیا آدمی ہے باہر سے آیا ہوا ہے تین دن ہو گئے یہیں کہ یہ مکہ میں ہی ہے حرم میں ہی ہے کعبہ شریف میں ہے یہ کیوں آیا کیا بات ہے حضرت علی نے اس سے پوچھا فمر ربی علی فقال کأن الرجل غریب قال ان رجل غریب کہا آپ شاید مسافر آدمی معلوم ہوتے ہیں حضرت علی نے کہا قال ان رجل غریب قال قلت نعم میں نے کہا جی ہاں فقال فانطلق الى المنزل چل پھر آؤ غریبوں کے مسافروں کے تو ہم مددگار ہی ہیں میرے ساتھ میرے گھر چلو قال فانطلقت معه لا يسالني عن شيء ولا اخبره دیکھ راستے میں بتا دیا میرے ساتھ چلو بات چیت بالکل مت کرنا کچھ بھی مت پوچھنا اس لیے کہ چلتے ہوئے تم میرے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھو گے ابو جہل ابو لہب کیا کرے گا تمہیں سمجھے گا کہ یہ میرا آدمی ہے تو کون مارے گا اس لیے لا یسلنی عن شیء لا یسلنی عن شیء ولا اخبره فلما اصبحت غدوت الى المسجد لاسال عنه وليس احد يخبرني عنه بشيء قال فما ربي علی بھی یہی حال ہوا دوسرا دن بھی علی گھر لے گئے بات چیت کچھ نہیں ہوئی پلا پلا رکھا صبح کو پھر مسجد میں بھیج دیا تین دن ایسا ہوتا رہا قال فمر بي علي فقال اما انا على الرجل يعرف منزله بعد قال قلت لا قال فانطلق معي قال فقال ما امرك وما اقدمك على هذه البلده کیوں آئے ہو تم اس لیے کیا حال ہے تمہارا کیوں آئے ہو کیا وجہ ہے تم مکہ میں کس وجہ سے آئے ہو آج تیسرے دن حضرت علی اسے پوچھ رہے قال قلت له ان كتمت علي اخبرتك بھائی میری بات کو تم چھپاؤ گے میں تم سے پوچھتا ہوں جو میرا مقصد ہے وہ تم کسی کو نہیں کہو گے تو میں تمہیں بتاؤں کیا میں نہیں کہوں گا بتا کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی محمد نامی آدمی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے تو اس چیز کو جاننے کے لیے میں آیا ہوں اب حضرت علی نے کہا کہ گھبرا مت میں محمد کا بھتیجا ہی ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہ کیا کہتا ہے بات چیت ہوئی اور کہا کہ چل تمہیں میں محمد سے ملاتا ہوں لیکن یاد رکھنا یہ سارے کے سارے دشمن تم میرے ساتھ چلو گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ دشمن تو آ رہا ہے آگے سے تو میں اپنے جوتے کو درست کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا راستے میں تم وہاں کھڑے مت رہنا اس لیے کہ اگر تم کھڑے رہے تو سامنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں ایک ہے پھر تیری پٹائی شروع ہو جائے گی اس وجہ سے تو چلتے رہنا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ علی الگ ہے اور یہ آدمی الگ ہے کہیں پھر دوسری مرتبہ ایسا ہو جائے کہ کوئی پھر آ گیا تو میں وہیں پیشاب کرنا شروع پیشاب کے لیے بیٹھ جاؤں گا تو میرے ساتھ کھڑا مت رہنا چلتے ہی رہنا
یہ حضرت علی نے سارا بتا دیا چنانچہ اس طریقے سے وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے جی قال فاني افعل قال قلت له بلغنا ان قدمت علي اخبرتك اگر تم چھپاؤ گے میری بات کو تو میں تم کو خبر کروں گا قال فاني افعل میں کروں گا قال قلت له بلغنا انك قد خرج ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی آدمی نکلا ہے جس نے کیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بلغنا انه قد خرج هنا رجل يزعم انه نبي فارسلت اخي ليكلمه میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ ذرا اسے بات کر کے آو وہ یہاں کا تاجر ہے لیکن وہ کوئی صاف بات کر کے نہیں آیا صرف آ کر اتنا کہا کہ اچھے اخلاق کا حکم کرتے ہیں برائی سے وہ روکتے ہیں فرجع ولم يشفني من الخبر فاردت ان القاه میں اس لیے وہاں سے نکلا ہوں اور اس وجہ سے آیا کہ میں خود ان سے ملاقات کروں اور بات چیت کروں فقال له اما انك قد رشدت اچھی جگہ پر پہنچ گیا تو صحیح آدمی کے پاس پہنچ گیا تو کہ جو تمہیں صحیح بتلائے گا اور صحیح جگہ پر لے جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم هذا وجهي اليه فاتبعني ادخل حيث ادخل فاني جا جاؤں جیسا وہاں داخل ہو جاؤں داخل ہوتے رہنا میرے ساتھ فاني رايت احدا اخاف عليك اگر سامنے کوئی خطرہ والی بات ہے قمت الى الحائط كاني حائط کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے جوتے درست کرنے لگوں گا جیسے جوتے کی رسی ٹوٹ گئی ہے ومزیتا اور تم وہاں کھڑا مت رہنا چلتے ہی رہنا فمزا ومزیت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ایرد علی الاسلام فعرضو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی میں یہ صحیح رسول ہے صحیح بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیجئے میں اسلام کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں فعرضو فاسلمت مکانی فقال لی یا ابا ذر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اب حضرت علی نے کہا یا کسی نے وہاں جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ابو ذر غفاری تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن ابھی اپنے اسلام کو چھپانا یہاں اسلام کو ظاہر مت کرنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ورنہ یہ جو اسلام کے دشمن ہے وہ تمہارے سر پر آ جائیں گے کہا کہ یا ابا ذر اکتب ھذا الامر ورجع الى بلدك اور اپنے گھر اپنے شہر کی طرف اپنے گھر کی طرف چلا جا واذا بلغك ظهورنا فاجب تم کو ہمارا غلبہ ہونے کا معلوم ہو جائے کہ ہمیں کچھ غلبہ مل گیا ہے اس وقت ہمارے پاس آنا فقلت والذي بعثك بالحق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لاصرخن بها بين اظهرهم فجاء میں تو ان کے سامنے ان کے درمیان میں جا کر ابھی اعلان کرنے والا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں میں کیوں ڈروں فجاء الى المسجد وقريش فيه حرام میں آیا وہ وقريش فيه فقال يا معشر قريش کے اکابرین سارے کے سارے شیطان وہاں بیٹھے ہوئے تھے فقال يا معشر قريش يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ وہ پورے سارے کے سارے ٹوٹ پڑے ابو ذر غفاری کو مارنے کے لیے اتنا مارا وہ مارتے مارتے تھک گئے وہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله فقالوا قوموا الى هذا الصحابي ارے اٹھو اس کمبخت کی طرف یہ صحابی دین کو اس نے مذہب پھیر لیا ہے اس کو مارو اس کو فقاموا فضربت لاموت فضربت لاموت فادرکنی العباس مر جائے وہاں تک مرتے رہو یہ کہنے لگے اتنے میں حضرت عباس آ گئے حضرت عباس رضی اللہ پر انہوں نے کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو یہ کون سے قبیلے کا آدمی ہے جانے غفار قبیلے کا آدمی ہے سمجھ رہے اور غفار قبیلہ تم ملک شام جاتے ہو کہ نہیں تو راستے میں آتا ہے رام نگر کی طرح سمجھ رہے اگر انہوں نے اپنے اگر تم نے اس کو مار ڈالا اور وہ غفار قبیلے والے نے تم کو روک لیا تو ملک شام جانا تمہارا بند ہو جائے گا اس لیے کہ دوسرا تو کوئی راستہ ہے نہیں اور وہاں سے وہ جانے نہیں جانے کے چھوڑو ان کو اس لیے ان کو چھوڑا حضرت عباس ان کو جھک گئے مارتے ہو تو بتانے کے لیے یہی ہوتا ہے جھک گئے ثم اقبل علیہم فقال ویلکم تقتلون رجلا من غفار ومنجركم وممركم على غفار منجركم ومنارکم تمہارا راستہ آنا جانا کا راستہ سارا انہی کی قبیلے کے پاس سے ہے فاخلعوا عنی بس اس وجہ سے انہوں نے مجھے مارنا چھوڑ دیا فلما ان اصبحت الغدا رجعت فقلت مثلما ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک دن پورا ہو گیا
دوسرے دن صبح ہوئی یہ ہے ایمان والوں کی شان اور یہ کم بخت ایک مرتبہ لا الہ زور سے کھولنے کے لیے تیار نہیں نہیں سمجھ میں آتا جانے تو کوئی بات نہیں سمجھنا اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا دوسرے دن صبح گئے حرم میں اور جا کر داشت لا الہ الا اللہ پھر ان کو ماننے لگے اور غدا فلما اصبحت الغدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس فقالوا قوموا الى هذا الصحابي اس درم بدلنے والے کو مارو فسنیا بھی مثل ما سنیا بالامس فأكب علي وقال مثل ما قالت ابي لمسي وقال فكان هذا اول اسلام ابي ذر باب جهل العربي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشير بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال اذا سرك ان تعلم جهل العربي فاقرا ما فوق 300 في سوره الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم الى قوله قد ذلوا وما كانوا مهتدين باب من انتسب الى ابائه في الاسلام والجاهليه وقال ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ارے فلانے فلانے آ جاؤ آ جاؤ سمجھے تو بہت بڑی بات ہوگی بہت عام اعلان ہوگا جمع ہو گئے ابو رب بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی تو الحاظ جمع تھا نا ارے بد ادا اللہ تعالیٰ نے طبقت ادا نازل کی چل جلدی جعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ينادي يا بني فهد يا بني عدي ببطن قريش وقال لنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير بن ابي عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبير بن العوام عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد اشتريا انفسكم من الله لا املك لكم من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما ایسا ہے کہ وہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا ہر ایک آدمی تنہا ہوگا وہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا جی باب ابن اخت القوم و مولا قوم منهم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار خاصة فقال هل فيكم احد من غيركم قالوا لا قالوا لا الا ابن اخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم باب قصة الحبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني الفدا حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس مقيل عن ابي شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر دخل علي وعندها جاريتان في ايام من تغنيان وتدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى وقالت عائشة رضي الله عنها رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انزل الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني أرفدة يعني من الأمن باب من أحب لا يسب نسبه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسن النبي صلى الله عليه وسلم في إجاء المشركين قال حسن بڑے شاعر ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ ان قریش کی ایسی برا اس زمانے میں اگر کسی کو بدنامی کرنی ہوتی تھی تو اشعار دے اشعار کہہ دو صبح کو اگر اشعار کہے تو شام تک میں پوری دنیا میں وہ اشعار پھیل جاتے تھے سمجھنا ہے جس سے حضرت حسن نے چاہا کہ میں ان لوگوں کی برائی اشعار میں کروں وہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے جی قال کیف بنسبی فقال حسن لأسلنک منهم اگر تم کہو گے تو میرا نسب بھی تو قریش والا ہی ہے تو یہ اس کی عزت میرے پر بھی پڑے گی تو حضرت حسن نے کہا یا رسول اللہ آپ گھبرائیے مت بال کو جس طریقے سے آٹانے سے نکال لیا جاتا ہے اور ذرا سا بھی آٹے کا اثر بال پر نہیں آتا اس طریقے سے میں ایسے برائی کروں گا کہ آپ کا خاندان آپ کا نسب بالکل اس میں نہیں آئے گا جی لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ وَنَبِيِّ قَالَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ حَسَنًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَصُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ نَفَحَتِ الدَّابَّةُ إِذَا رَمَتْ بِحَوَافِرِهَا وَنَفَحَهُ بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْمَاءِ وقول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم الى اخر الايه وقوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وقوله من بعد اسمه احمد
حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة اسمين انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الرجل ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصف الله عني لیکن میرا نام تو اللہ نے محبت رکھا ہے محمد میں حمد کرنے والا تعریف کرنے والا برائی کرنے والا آیا ہی ہے اس میں جی کیف یصف اللہ عنی شر قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حبان قال حدثنا سعيد بن منى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاضمن احسنها بنایا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی میرے آنے سے وہ اینٹ کی جگہ پوری ہو گئی پوری عمارت اب بن گئی اب بنایا اس میں کوئی چیز داخل ہونے والا نہیں ہے جی الا موزی لبنت فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موزی لبنت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلك مثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا ما اوزي لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل اوزيت هذه اللبنه قال فانا اللبنه وانا خاتم نبينا. باب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 وقال ابن شهاب ما أخبرنا سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تقنطوا بكنيتي ولا تقتنوا بكنيتي. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن منصور عن سعد بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن ايوب عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. باب حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيدي عن الجويد بن عبد الرحمن قال رايت الصعيب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خالتي ذهبت بي اليه فقالت يا رسول الله ان ابن اختي شاك فادعو الله له قال فدعا لي. باب خاتم النبوه. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجويد قال سمعت الصعيب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقيع فمسح راسي فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوزع فشريت من وزوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل ذر الحجلة. قال ابن عبيد الله الحجلة مثل حجل الفرس الحجلة مثل حجل الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم بن حمزة مثل رز الحجلة. قال أبو عبد الله الصحيح الراء قبل الزاي. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حضور عبد الله صلى الله عليه وسلم في سورة المتعلق. حدثنا ابو عاصم بن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال صلى ابو بكر العصر ثم خرج يمشي فراى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه فقال الحسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت ابو بکر نے اٹھا لیا اور کہا کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے یہ بچہ جی بابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی وعلی يضحك. حدثنا بچے کو دیکھ کر بعض مانگا کہا تھا کہ یہ تو اپنے نانا پر گیا ہے اپنے باپ پر نہیں گیا حضرت علی وہاں موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے جی. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا اسماعیل عن ابی جحیفہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان الحسن یشبهه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا جحيفه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه فقلت لابي جحيفه صفه لي يعني ان کی صفت بیان کیجئے. قال كان ابيض قد شمت وامر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قروشا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبضها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل ونبي ساق عن وهب ابي جحيفه السوائي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقتي انفق اسكو کہا جاتا ہے. حدثنا عيسام بن خالد قال حدثنا حريج بن عثمان انه سال عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في انفاته شعرات بيض.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن خالد بن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن سمعت انس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعه من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير ازهر اللون صلى الله عليه وسلم لمبے گٹھیے نہیں تھے بلکہ متوسط قسم کے تھے ازهر اللون ليس بابيض امحق ولا ادم يعني واحد بھی اتنے ہیں کہ بالکل وہ کیا ہے سفید نظر آئے یہ بھی نہیں بلکہ سرخیا لیتے جی ليس بجعد قطيط ولا سبت نزول انزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكه وہی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں فلبث بمكه 10 سنين ينزل عليه اصل میں 13 سال تھے یعنی قصر کو یہاں پر نکال دیا جی وہ المدینہ 10 سنين وقبض وليس في راسه ملحته 20 شعره بيضاء 20 بال بھی سفید نہیں تھے حالانکہ 40 سال کی عمر میں بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال کی تھی 63 سال کی تھی لیکن 20 بال سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سفیدی نہیں آئی تھی جی قال ربیعہ فرأيت شعرا من شعره فإذا هو احمر فسألت فقيل احمر احمر من الطيب حدثنا عبد الله بن يوسف اتر لگانے کی وجہ سے وہ کالا بال سرخ ہو گیا تھا جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس ان ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامحق وليس بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله على راس 40 سنه فاقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين وتوفاه الله وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء حدثنا احمد بن سعيد بن ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس احسن الناس وجها واحسنهم خلقا اور خلق اخلاق کے اعتبار سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اونچے درجے پر تھے ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام بن قتاده قال سالت انس هل خزم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان شيء في صدغيه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر یہ منكبين کے درمیان جو ہے وہ زیادہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوڑا سینہ تھا جی له شعر يبلغ شحمة اذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه الى منكبيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق هو السبيعي قال سئل البراء رضي الله عنه اكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل سيف قال لا صلى الله عليه وسلم بالكل تلوار کی طرح سفید اگنا تلوار کی طرح سفید نہیں سرخی مائل تھا جی قال لا بل مثل القمر حدثنا الحسن بن منصور ابو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد الاعور بمسيسة قال حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت ابا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى البتحاء فتوزع ثم صلى زور ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد في عون عن ابيه ابي جحيفة رضي الله عنه قال كانت تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم قال فاخذت بيدي فوزعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. لأن حضور صلى الله عليه وسلم كان مبارك بہت ٹھنڈا تھا اور خوشبو بہت زیادہ آ رہی تھی تبھی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خوشبو نکلتی تھی جی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فالرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عروه بن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق وسادر وجهه. جانا حضور صلى الله عليه وسلم خوش خوش داخل ہوئے اور میں نے پہلے بتایا تھا ایسا حسین جمیل آدمی جب خوش خوش داخل ہوتا ہے چہرے پر بھی ایک قسم کی خوشی تاری ہوتی ہے فقال الم تسمعي الى ما قال المدرجي لزيد واسامه وراى اقدامهما ان بعد هذه الاقدام من بعد حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تحدث مع اسامه حضرت زيد کے لڑکے تھے اور حضرت زيد نے پہلے حضرت زینب سے یہ کہا تھا حضرت اسامہ جو تھے وہ ذرا سا سیاہ تھے کالے تھے اور حضرت زید خوبصورت زینب وہ بھی خوبصورت لیکن زید اعلیٰ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے زمانے میں جو پاؤں کو دیکھنے والے ہوتے تھے وہ کہہ رہے کہ دونوں باپ جی باپ بیٹے ہیں یہ دونوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مسرت ہوئی جی
حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كان وقد قد قمر وجهه صلى الله عليه وسلم کا چہرہ انور نورانی ہو جاتا تھا جی وكنا نعرف ذلك منه اور ہم پتہ چل جاتا تھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت سب سے اچھے خاندان میں اللہ تعالی نے مجھ کو پیدا کیا حتى كنت من القرن الذي كنت منه حدثنا سم بھی اس سم میں پیدا کیا جب دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے اچھا زمانہ تھا سب سے اچھا سم تھا وہ جی حدثنا قرون قرن اسی پر کہا جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يفيقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يزدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء ثم فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه حدثنا عبدان ونبي حمزه عن الاعمش عن ابي وائل المسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما رسول الله صلى الله عليه وسلم کو اختیار دیا گیا تو سب سے سہولت اور آسان والی چیز ہوتی تھی اسی کو پسند فرماتے تھے جی كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا من تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم هاف مبارك سے بڑیا سے بڑیا ریشم بڑیا سے بڑیا نرم چیز بھی نہیں تھی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاف مبارک نرم تھی جی ولا شممت ريحا قط او عرفا قط قتيبة خوشبو بھی شاندار سے شاندار ہم نے سونگی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو خوشبو آتی تھی اطيب من ريح او عرف النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في حجرها قواري لڑکی اس زمانے کی قواري لڑکی جو اپنے کپڑے میں شرم کھاتی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمندے تھے جی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة مثله واذا كره شيئا عرف وجهه في وجهه حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط وان اشتهاه اكله والا تركه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مدر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الاسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين يديه حتى نرى يديه قال ابن بكير کھل کر کرتے تھے یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کی سفید نورانیت نظر آ جاتی تھی جی قال ابن بکر حدثنا بکر وقال بیاض ابتیہ حدثنا عبد العال بن محمد قال حدثنا یزید بن سنین قال حدثنا سعید بن قتادہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بیاض ابتیہ وقال ابو موسى رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورفع يديه ورأيت بیاض ابتیہ حدثنا الحسن بن السبائی قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالک بن مغول قال سمعت اولاد نبی حیفتہ ذكر النبي قال دفيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلبته في قبه كان بالهجره فخرج بلال زوال سے پہلے کا فخرج بلال فنادى بالصلاه ثم دخل فاخرج فضل وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل دگڑنے لگے ثم دخل فاخرج العنزة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني انزل الى مبيس ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي الحمار والمرأة حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العدد لاحسن صلى الله عليه وسلم بات کرتے تھے اتنا آہستہ اور اتنے صاف صاف بات کرتے تھے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے ہو وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت الا يعجبك ابا فلان جاء فجلس الى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت اسبحه فقام قولا اقضي سبحتي ولو ادركته لرددت عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم صلى الله عليه وسلم جیسے تم لوگ فٹافٹ فٹافٹ بولتے چلے جاتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں بولتے تھے
باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام تنام عينه ولا ينام قلبه. ورواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن سعد عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعات تین وتر کی آپ تراوی کی جی یصلی اربع رکعات فلا تصل عن حسنین وتورهن ثم یصلی اربع فلا تصل عن حسنین وتورهن ثم یصلی ثلاثا فقلت یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر قال تنام عینی ولا ینام قلبی. حدثنا اسماعیل قال حدثنی یقین سلیمان عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر قال سمعت انس بن مالک یحدثنا عن لیلۃ عن لیلۃ اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ جاء ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وهو نائم في المسجد الحرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی اس کے لیے تین نفر آئے فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم. اگر کوئی حدیث صحیح ہو بخاری میں اگر آ جائے تو اس صحت کے پہ ہم اعتبار کرتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن واقعہ کے اعتبار سے بھی صحیح ہو یہ ضروری نہیں. معراج ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت سے پہلے بھی گئی یا نبوت کے بعد؟ ارے تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ نبوت کے بعد. میں نے تو بتایا تھا کہ سن ہجری سن نبوی 10 میں 11 میں معراج ہوئی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد. خیر بہرحال اب یہاں پر دیکھو کیا ہے، جا ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے، تو وحی نازل ہونے سے پہلے کہاں معراج ہوئی تھی، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم وقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليله اخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمه عينه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم فتوله جبريل ثم عرج بي الى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب علامات النبوه في الاسلام. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت ابا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد فادلجوا ليلتهم رات کے وقت میں حتى اذا كان في وجه الصبح عرسوا فغلبت صبح سے پہلے کچھ نہیں رات میں اخر جمع اخر وقت میں 2 بجے 3 بجے کے بعد آرام کرنے کو تاریس سے تعبیر کیا جاتا ہے لیلۃ التاریس اسی وجہ سے کہتے ہیں عرسوا فعرسوا فغلبتهم اعينهم اس وجہ سے سب یہاں اور نین غالب ہو گئی فجر کی نماز قضا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہو گئی حتی ارتفعت الشمس فکان اول من استيقظ من منامه ابو بکر سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلی وکان لا یوقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو اٹھاتے نہیں تھے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خواب دیکھ رہے ہو اور خواب و منزل وہی کی ہوتا ہے جی من منامه حتی استيقظ فاستيقظ عمر فقعد ابو بکر اٹھے دوسرے نمبر پر فقعد ابو بکر عند راسه فجعل يكبر ويرفع صوته عمر فاروق رضی اللہ عنہ زور کا اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے جی استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداۃ فاعتزل رجل من قوم لم يصلي معنا ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا الگ الگ پوچھا بھائی کیا ہوا کہ احترام ہو گیا تھا اور پانی ہے نہیں اس لیے میں نے غسل نہیں کیا یہ هذا هذا پورا قصہ جی فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك ان تصلي معنا قال اصابتي جنابه فامروا ان يتيمم بسعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد اتشنا عطشا شديدا وبينما نحن نسير اذا نحن بامراه سادره مزلها بين مزادتين رضي الله تعالى عنه اس عورت کو پکڑ کر لائے تھے جس کی وجہ سے پھر بعد میں اس عورت کے سارے خاندان والے مسلمان ہو گئے قصہ یاد آ گیا وہ ہے جی فقلنا لها اين الماء فقالت انه لا ماء قلنا كم بين اهلك وبين الماء قالت يوم وليله فقلنا انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نملك من امرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير انها حدثت انها موتمه فامر بمزادتها فمسح في العزلوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملانا كل لیا برتن بھی بڑھ لیے لیکن اس عورت کے کجاوے میں سے
پانی کم نہیں ہوا جی فملأنا كل قربة معها وإدابة غير أنه لم نسقي بعيرا وهي تكاد تنس من الملل من الملء ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها فقالت لقيت أشحر الناس أو هو نبي كما زعم فهدى الله ذلك السرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء وهو بالزوراء فوزع يده في الاناء فجعل الماء ينبع من يده رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دست مبارک میں سے پانی نکلنے لگا ينبع من بين اصابعه فتوزع القوم زمین میں سے تو پانی نکلنا معقول ہے لیکن انسان کے انگلیوں میں سے پانی نکلے جی قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زهاء 300 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس والوزوء فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزوء فوزع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوزعوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوزع الناس حتى توزعوا من عند آخرهم حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلق يسرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوزعون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوزع ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا توزعوا فتوزع القوم على حتى بلغوا فيما يريدون من الوزوء وكانوا 70 حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد اخبر قال اخبرنا حميد بن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوزع وبقي قوم فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخزب من حجاره في ماء فوزع كفه فصغر المخزب ان يمسط فيه كفه فزم اصابعه فوزعها في المخزب فتوزع القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قالوا 80 رجلا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوزع فجهش الناس ونحوه قال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء توزع ولا نشرب الا ما بين يديك فوزع يده في الركوة فجعل الماء يسر بين اصابعه كامتن العيون فشربنا وتوزعنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100 حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل ونبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14,100 والحديبية بئر فنزحناها لحتى كواں تھا اس کا پانی سارا ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوکا پانی وضو کیا حتى لم نترك فينا قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمزمز ومزج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم أسقينا حتى ربينا ورضيت او صدرت ركابنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحه لام سلم ان قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه خبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تدني ببعضه ثم أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مجھے دیکھ کر ان سلام کہا کہ چلو بھائی تمہارے سب کے دعوت ہے ارسل ابو طلحہ فقلت نعم قال بتعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه فقوموا فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحہ فاخبرته فقال ابو طلحہ يا ام سليم اور جا رسول الله قال ام سليم کو کہا یار دو چار آدمی کا کھانا بھیجا تھا یہ تو پورا کافلہ آ رہا ہے کیا ہوگا راجہ تم نے اسی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ نہیں کہ اتنا ہے کہا ہاں میں نے بتا تو دیا تھا کہ دو چار آدمی کو کھا لگے اتنا ہے تبھی وہ حضور جانے اور حضور کا کام جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معجزہ ہوا سب نے غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ بھر کر کھایا واقعہ پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے جی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت اللہ والله ورسول اعلم فانطلق ابو طلحہ حتى لقي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفت وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما شاء الله أن يقول ثم قال إذا لي عشرة فاضلة له فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن منصور بن ابراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الايات بركه وانتم تعدونها تخويفا
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء قال اطلب فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال هيا على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت المال ينبع من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل وهو يأكل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه ان ابا توفي وعلي دين فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي ترك علي دينا وليس عندي الا ما يخرج نخل ولا يبلغ لك قرضا رجل كان الذي سبورا هو ابو ولا يبلغ ما يخرج سنين ما علي فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم اخر ثم جلس عليه فقال انزي فاوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما اتاهم. حدثنا مسدد اسماعيل قال حدثنا معتمر ان النبي قال حدثنا ابو عثمان انه حدثنا مسدد اسماعيل يا هذا هو يا ابو بكر رضي الله تعالى عنه على واقعه